ديال المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل الصباحي المباشر صبيحة اليوم. فأجواء معتدلة وجميلة جدا هنا، وحيدا سيما مشاهدينا الكرام الصورة أمامكم، أجواء جميلة، أجواء رائعة صبيحة اليوم الخميس، وأنتم مشاهدينا الكرام في ديل الأجواء عندكم. إذن دائما مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، هكذا هي الأجواء، أجواء مشمسة وجميلة جدا. صبيحة اليوم الخميس، المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، قليل نودعكم، دمتم في رعاية الله ولقاكم اليوم، كل واحد يسلم عليكم بهذه الأجواء الصباحية، حيث الأجواء جميلة جدا صبيحة اليوم الخميس، إلى اللقاء.